بينما دعا سمير نشار عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض إلى وقف القصف الحكومي لدوما ولغوطة دمشق وإلى فتح ممر إنساني آمن كبادرة حسن نية للتعامل مع مبادرة ديمستورا. وكان ممثلون عن قوى الثورة السورية في حلب قد اتفقوا في اجتماع عقد في مدينة كليس التركية قرب الحدود مع سوريا على تشكيل لجان لاتخاذ قرار نهائي بشأن كيفية التعامل مع مبادرة ديمستورا.